عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة أخرى اللي غادي يكون مضمون ديالها هو واحد التمرين اللي صراحة من الإرسال تاع أحد التلاميذ في العرض، يعني شكل واحد الإشكالية سيكو أن غادي نحاول نقراو التمرين باش ديك الساعة توضح لنا الرؤية ونشوفوا أشنا هو الإشكالية اللي طرات. دونك دوبوي لو بوان A du canevas, un opérateur a effectué un rayonnement afin de relever les points détail 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le côté AB de la polygonale de suivre de référence. Le résultat du relevé s'en reporte dans le tableau ci-dessus. Yep. Donc, ça, c'est le point A. Yep. Visina le point B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le cas de P, et on a vu les distances. Et on a vu B, mais on a vu les distances. On a vu la distance de P. Mais on a schéma du lever de détail au point A. C'est le schéma. Ça, c'est une H, on a B comme référence. Fixe une affaire 0. On a vu le lever. On a vu le lever. Ce L va calculer les coordonnées de ces points de détail dans le repère formé par le point A comme origine et le côté AP comme l'axe des X. Alors, on va calculer le périmètre et la surface du polygone formé par les points A à 6. 1 à 6. الاشكاليه اللي كاينه في هذا ليكزيرسيس هذا سي كو ان حنا بغينا نكالكوليو لي كوردوني ولكن ما عنديش كوردوني دو ريفيرونس. فهمتي الاشكاليه فين كاينه؟ يعني انا ما عنديش كوردوني دو ريفيرونس. يعني باش بغيت نبدا كاين كيقول لك وانا بغيت نكالكولي كوردوني، يعني خص ضروري يكونوا عندي على الاقل جوج ديال لي كوردوني او لا كوردوني وحده وجيزمو. فهمتي يعني خص تكون عندي كوردوني ديال لا ستاسيون والجيزمون ديال الريفيرونس هكا. يعني مثلا تكون عندي لو كوردوني ديال ا والجيزمون ا بي باش انا كنكمل لي جيزمون ديالي. وراه هاد المسائل هادو راكم عارفينها وضابطينها، ولكن فاش كنطيحوا في بحال هاد الكا هاجي يعني كنوليو كنقولوا اودي هنا كاين شي حاجه ما مفهوماش، يعني خصني ضروري انا نلقى ليها الحل. مزيان شوف معايا نقول لك واحد المساله. البرينسيپ هنايا يعني الحاجه اللي بغاو هما يكالكوليو انطلاقا من لي كوردوني هو لا سيرفاس. ولا سيرفاس شنو هي الاهميه؟ الحاجه اللي تجيب بها لا سيرفاس اكزاكت هي لي زيليمون توبوميتريك، يعني الحوايج اللي جبتي نتايا من التيران اللي هما هادو. شتي هاد لي زونغلو لي ديستانس هادو هما اللي يعطيوك السيرفاس. فهمتي يعطيوك السيرفاس ويعطيوك البوان فين كاينه بالضبط المسائل. بالنسبه لي كوردوني ما عندهمش اهميه. شنو هي اهميه لي كوردوني؟ اهميه لي كوردوني هو لا بوزيسيون اكزاكت، يعني لومبلاسمون فين كاينه بالضبط هذيك البوان. ولكن بالنسبه لا سيرفاس ما كيهمونيش لي كوردوني. يعني هنايا انا ممكن لي انني نفكر ونقول مادام انني انا الاهميه عندي هما قالوا لي كالكولي لو كوردوني، ولكن شنو السؤال اللي تابع؟ هو باش انني كالكولي لو سيرفاس دو بوليغون، يعني انني خصني نكالكولي الكوردوني باش كالكولي لو سيرفاس. ولي نفرض كاع سيجي ما عطاونيش انا لو سيرفاس وقالوا لي كالكولي لو كوردوني وعطاوني في بحال هذه الحاله، اشنو غادي ندير؟ الحل هو كالتالي. كنعطي كوردوني من عندي ل ا، كنعطي كوردوني من عندي ل ب، اولا كنعطي كوردوني من عندي ل ا وكنعطي جيزمون ا ب من عندي. صافي تنقول اون دون كوردوني دو بوين ا تا 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 اي لي كوردوني دو بوين ب تا 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 تا. أو لا كنقول on donne les coordonnées de A x égale ta 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 y égale ta 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 et le gisement A B égale ta ta ta. واضح؟
ديك الساعه كنبدا الكالكول ديالي حيت راه ما كيختلف حتى شي حاجه. شتي انا نعطي جيزمو وانت تعطي جيزمو والاخر يعطي جيزمو بهاد لي زيليمون هادو بهاد لي زونغلو بهاد لي ديستانس كلنا بيخرج لنا نفس لا سيرفاس. ياك وردت معايا دابا كلشي بيخرج ليه نفس لا سيرفاس كلشي بيخرج ليه نفس البيريمتر عرفتي شي معايا دابا غير هو لي كوردوني بيكونوا مخالفين. مثلا هذا عنده في لو بوين واحد عنده كوردوني والاخر عنده في بوين واحد كوردوني اخرين فهمتي هذا هو الاختلاف فهمتي خصنا نفهموا هذه المساله هذه حيت راه مهمه فهمتي ما بغيتش انا نبدا نيشان في الكالكول وكذا بغيت حتى نركز على هذه المساله هذه ونوريكم يعني كيفاش انك تخدم بحال هذه المسائل حيت ممكن انكم تجيو حتى الامتحان وتجيو تقولوا ما قريناهاش ولا ما درناهاش في العرض يعني وهذه المساله هذه انا لا احبدها يعني كنبغي نوقف عند جميع الحالات ماشي كندوير على لا سيرفان في اي حاجه في اي حاجه يعطيوك لي زليمون فهمتي يعطيوك لي زليمون يعني يعطيوك اونغل ديستانس ويقول لك كالكولينا الكوردوني وانت ما عندكش حتى شي كوردوني جبدهم من راسك هادشي راه كنا درناه في واحد سميتو كنا درنا لي زليمون دامبلونطاسيون في واحد البلاصه ما فيهاش لي كوردوني وحنا عطينا الكوردوني من عندنا عطينا جيزمو من عندنا وبجينا كنحسبو فهمتي الى عقلتو عليه راه كندير هكا وجات واحد الباتيمون داير وبجينا كنامبلونطيو فيها طق 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 جبنا لها لي كوردوني كاملين عاد درنا لها لي زيليمون د امبلونطاسيون تلقى من هنا عطيتش عقلتو عليها ولا لا. المهم حنا هذه هي لا ميثود باش غادي تخدم هاد ليكزارسيس هذا واضح. دونك بالنسبه لحاجه اخرى كاين اللي غادي يقول لك البوان بي البوان الاولى فيها 0 البوان الاخرى فيها 004 بامكاننا اننا نشدو الاولى زائد الثانيه ونقسمهم على جوج داك لي كار هو اللي بينا نزيدوهم كاملين فهمتي اللي بينا نقصوهم لهم كاملين ياك حنا نحاولوا نتفاداو هذه المساله هذه فهمتي حيت تاخذ لنا شويه ديال الوقت نتوما راه عارفين شنو بيديروا في هذه الحاله راه بحال هذاك الطابلو بحال هذاك الطابلو تاع سميتو الديكالاج ديال لي زونغل كومبونسي و نون كومبونسي كومبونسي و نون كومبونسي يعني هنا غنحاولوا نديروا هاد البي هادي الاخرانيه بحال ما كايناش واضح وغادي نخدموا ياك الخدمه راها باينه لا ميثود جات الخدمه راها باينه دابا وضحنا كل شيء يعني دائما ردوا معايا البال يعني كنعاودها دائما يقولوا لي كالكولي لي كوردوني ويعطوني هما غير لي زاليمون يعني اونغل ديستانس يقولوا كالكولي لي كوردوني وما عطوني حتى شي كوردوني حتى شي جيزمون حتى شي حاجه ديك الساعه بغيت نخدم انا بداك الشيء اللي بغيت فهمتي مثلا عطوني جيزمون ا بي وقالوا لي كالكولي لي كوردوني كي غادي دير عطوني جيزمون قال لك هاكا هو جيزمون ايوا جبد لينا سميتو ديك الساعه اش غادي تعطيني دير اجي تعطي كوردوني لو بوين ا تعطي كوردوني لو بوين ا وتقضي الغرض فهمتي يعني هادو هما الاحتمالات الوارده باش انك تجبد لي كوردوني راه هادشي راه ساهل ما فيهش بزاف فهمتي ساهل وفهمتي فيه نقيطات فيه نقيطات زوينين واضح. دونك حاولنا درنا هاد الحصه هادي او هاد الفيديو هذا غير توضيحا لهاد المسائل هادي يعني لا ميثود ديال الخدمه ديالو ونرى ان شاء الله الفيديو الجاي راه غادي نبداو في الكالكول نيشان واضح. وواحد المساله انا ما غاديش نديرها فهمتي باش نحاول نقتصر شويه ديال الوقت حاولوا نتوما تخدموا هاد المسائل هادو في سميتو في دي تابلو فهمتي في دي تابلو مثلا هذا نيت تجي تشدوه وتطوله ياك تجي تشدوه وتطوله شدتو مثلا ما بين لو بوين ما بين لونغل ما بين لو بوين بي و بوين واحد باش تجي مثلا لا شي نحاول كاع حنا نديروه من هنا هذا هذا بيجي مثلا ندير هكا ياك هذا بيجي مثلا ندير هكا اي كمثال هاجي بجي واحد الخطيط هنايا هذا ما غادي يلاق والو هذا نجيو ليه هكا ياك نجيبو الاخر بنجيبوه في الوسط علاش حيت هاد لونغلي شاد ما بين ا و بي الاخر حتى هو بيجي هكا لا
الاخر حتى هو بيجيك فهمتي. حنايا جبدنا لي زونغل المسائل وبنا نعطيو جيزمون ديالنا نعطيو جيزمون بنا نبداو كنجبدو عاوتاني جيزمون ا 1 جيزمون ا 2 ا 2 وغادي هكاك باش من بعد نجبدو لي كوردوني ديالنا واضح. دونك الى ذلك الحين استودعكم الله ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو ديال بدايه الكالكول اللي هو علاش كيدور الفيلم وليني اهم حاجه هي المود اوبيراتوار. الى ما كنتيش عارفه شنو دير واخا تكون عرفت كالكولي والله الا جاوبتي مزيان. دونك نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي باش انا نبداو الكالكول والله يسر لكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. We'll be right back.